نشرة أخبار الخامسة والنصف، وهذه عناوينها: العمل البلدي في انتظار ترسيخ منظومة تشريعية تخفف من العوائق اللوجستية وتطور آلياته الخدماتية. في بير علي بن خليفة وفاة طفلة 12 ربيعا بمرض الالتهاب الكبدي يفتح مجددا ملف تدهور الوضع الصحي والبيئي بالجهة. ورسم الشخصيات الكرتونية موهبة تحاكي عالم الأطفال بتفاصيله، ومبدعوها يطمحون لمزيد إبرازها. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم. تطوير العمل البلدي والسعي إلى مزيد ترسيخ استقلالية البلديات قصد تقديم خدمات أفضل للمواطن، محاور طرحت اليوم خلال لقاء حضره أعضاء من نواب الشعب عن ولايات الشمال الغربي وممثلون عن الكتابات العامة للبلديات، ليتم التطرق إلى دور المؤسسة العمومية في تطوير العمل البلدي المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة. المشاركون في هذه اللقاء أكدوا أهمية سن بعض القوانين لتفعيل اللامركزية في الجماعات المحلية. جملة الإشكاليات التي تواجهها بعض البلديات داخل جهات الجمهورية قد تطرح مجددا مسألة اللامركزية، إشكاليات ونقائص لها تأثير على العمل البلدي والخدمات المقدمة للمواطن. نقائص يعني في مستوى البنية التحتية، في مستوى يعني أنه التوسعة متاع البلدية، ولكن البلدية هي تفتقر معناها إلى جملة من المقومات البشرية ومعناها والإنفراستركتور، يؤثر بشكل كبير جدا على الخدمات المقدمة للمواطنين، يعني على مستوى توسعة وحتى على مستوى المنطقة البلدية. فما فوارق بين البلديات، فوارق شاسعة جدا، معناها اللي هو كبيرة كبيرة كبيرة، معناها لا علاقة، معناها تلقى موارد 10,000 مرة قد موارد أخرى. تفعيل اللامركزية وتطوير العمل البلدي والسعي إلى مزيد ترسيخ استقلالية البلديات قصد تقديم خدمات أفضل للمواطن، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، محاور طرحت اليوم خلال لقاء حضره أعضاء من نواب الشعب عن ولايات الشمال الغربي وممثلين عن الكتابات العامة للبلديات ونشطاء بالمجتمع المدني. نحن تو قاعدين نعدوا في مجلة الجماعات المحلية، المجلة هذه هي اللي مش تنظم التسيير والتصرف في الإمكانيات متاع الجماعات المحلية. أحسن ما يكون التصرف هذا يكون مبني على رأي ميداني، ناس عرفت المشاكل الحقيقية خاصة في الجهات اللي ما كانش عندها حظ في التنمية. قعدنا نشوفوا على دور الجامعة في جامعة المدن التونسية في معاضدة مجهود البلديات في العمل البلدي. تحديات تنتظر العمل عليها استعدادا للانتخابات البلدية القادمة لتركيز بلديات فاعلة تقدم الإضافة للمواطن. لكن مازال اللي انتظرنا إصدار مجلة الجماعات المحلية اللي باش تكون الإطار اللي باش ينظم عمل البلديات. هناك كذلك التقسيم الترابي اللي مازال يطرح العديد من الإشكاليات واللي يلزم يكون معناتها يصاحبه تقسيم ميداني. الموارد الجبائية والجباية المحلية كذلك معناها هذه من التحديات الكبرى اللي يلزم يكون للحكومة عمل عليها وكذلك مجلس نواب الشعب، لأنه مش الفايدة معناها يتم انتخابات بلدية وأحداث بلديات وإنما تمكين هذه البلديات من الموارد اللازمة للقيام بصلاحياتها. مدة قصيرة تفصلنا عن محطة الانتخابات البلدية القادمة، في المقابل تحدية كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود لإنجاح الانتخابات وسيرها في أفضل الظروف. في السياق ذاته، إشكاليات البنى التحتية ما تنفك تختفي لتظهر مجددا في عديد المناطق. وعلى سبيل الذكر إلى الحصر، نسلط الضوء على قرية الرغين طريق ربيعية من معتمدية الميدا بنابل. حيثما يسير المرء في منطقة الرغين من معتمدية الميدا من ولاية نابل تكون حمولة الطين له رصدا، فاشتكى الكل وما وجدوا لخلاص حالهم رشدا ولا سبلا. الطريق بالنسبة لي نحن اللي مش نحبه نصلحوه ثميكة هو ما مش طويل برشا، على أساس في الزون متاع زوز كيلومتر. إشكال كبير ياسر، وراو من 2009 تقريبا نحن نجري على كياس. تكسيست في الليل نحش ما رايح كي نمشي لمريض، معناتها كيما هكا نخرج لكياس رايش نقعد نستنى فيه، ولا نبدا نخلي كهرباء في الطريق ونمشي نحمله ولا نعرضه، ولا معناتها انا نقاسه من الطريق شاغي. وغالبا ما تتفاوت حده الضرر لدى الفئات العمريه والحالات الاجتماعيه، ليكون التعقيد اكبر واعظم لدى كبار السن والتلاميذ. والله طفله تقى في الاولى الا من هزها على ضهري باش نوصلها للمكتب،
وها طلعوا عثنية ظهر كيف هذا كانت كيف كي ولدت ولا نكركر وفات كركي رجلها سلفت هذيك طفلتها سالة ساحة شخويك يطلع على الدم في الليل نظلوا ناي وطفلات نركبوا فين وشو نرتاحوا ما نجموش نحن سوا نجموش باش نلقوا كرهبة طوني الكرهبة في كياس خالي أنا بعد ما نقروا نلقوا الدنيا ظلامت كنت شو ماشيين بس نشرو بوطات ولا نشرو حاجة نزلقوا نلقوا ما نعم نعود نرجع للدار وكنت شو ماشيين يحصرنا كلب ولا حاجة يبدأ يحصرنا كانش نهرب باش نزلقوا شي شد كانش نمشي بشوية شي شد نزل معنا ما نعم السلطة المحلية بمعتمدية الميدا أجابت عما صرح به الأهالي عبر اعتبار المسألة من الأولويات طريق بربيع الرغين تم عرض المشروع هذا واقتراحه على انظار المجلس الجهوي للتنمية في خمس مناسبات في 2012 و15 و16 في إطار مراجعة مخطط التنمية إن شاء الله باش يتم عرضه وإن شاء الله في القريب العاجل يتم إحداثه تتناقض المشاهد بعمق أدياف ولاية نابل حد التنافر جمال طبيعي يكاد يرتقي إلى اللامعقول لكنه يفصح عن حقيقة وضع لا يجوز فيه حتى التعليق تتواصل في عين درهم من ولاية جندوبة تبعات التقلبات المناخية التي عرفتها الجهة والتي تم على إثرها تعليق الدروس بعدد من المؤسسات التربوية كإجراء وقائي بعد ارتفاع منسوب المياه بالأودية فيما تواصل وحدات الحماية المدنية جهودها لفك عزلة بعض المناطق لليوم الثاني على التوالي توقفت الدروس في عدد من المؤسسات التربوية بعين درهم بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجهة أمطار قاربت خلال الساعات 24 الماضية 200 مليمتر تعطل الدروس يعود إلى ارتفاع منسوب المياه بالأودية ليتعذر على التلاميذ الوصول إلى المعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية فيما غمرت المياه عديد القاعات بالمعهد الثانوي الذي توقفت أشغال تهيئته منذ فترة يقع تسرب داخل القاعات وتسرب كبير المياه للأسف هذيل الجناح اللي فيه احنا تو يعني من 2012 قاعدين يخدموا فيه لا أعلم المقاول توقف تو عنده تقريب عام اللي شفته مع التجهيز في المندوبية الجهوية بعثين لي تقريب رابع تنبيه اللي ورهولي وانتم تقريبا وصلت لقيتوا التجهيز موجودة في المعهد يعني باش يراقبوا الأشغال لكن طلعوا له شافوا ثم قرمود مكسر مركب مكسر ثم تسرب مياه على النوافذ كل آلة كارثية وتتطلب إعادة تدخل الوديان تخوف تو مكسر الوديان موجودة هزت قدش من واحد الوديان بلايس بعيدة والتلامذة صغار ما ينجموش الأولياء يوصلوهم من المكتب على خاطر المسافة بعيدة ياسر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث أكدت تواصل انقطاع الطريق الوطنية رقم 17 بسبب ارتفاع منسوب المياه بسد الكبير فيما تتواصل الجهود لفك العزلة عن سكان منطقة بن محمد الريفية الطريقات كل مفتوحة مع ملزمة الحذر ما عدا الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة ما بين عند راهم وتبرقة معناها مقطوعة على مستوى منطقة الخذارية يمكن العبور عبر الطريق الجديدة للمحاذي للسد مع كذلك مع ملزمة الحذر هناك كذلك إلى حد هذه اللحظة منطقة بن محمد معزولة نظرا لارتفاع المنسوب تاع السد الكبير بمنطقة الخذارية قاعدين معناها نحاول باش ندخلوا لهم عبر طريق مسلك فلاحي من منطقة سرا رابح إضافة ممكن تسخير معناها الوحدات الجيش لإيصال مؤونة أو إيصال مساعدات وقد ساهمت هذه الكميات من الأمطار في ارتفاع منسوب المياه في السدود والأودية فيما ازدادت المخاوف من الانزلاقات الأرضية وخاصة بالطريق الوطنية رقم 17 بدعوة من نقابات الصحة والتعليم ومكونات المجتمع المدني وعلى خلفية وفاة تلميذة في السنة السادسة ابتدائي من أبناء المنطقة جراء مرض التهاب الكبد الفيروسي أمس نفذها لمعتمدية بير علي بن خليفة من ولاية صفاقس اليوم مسيرة غضب رفعت خلالها عديد الشعارات والمطالب التنموية وعلى رأسها المطالبة بفتح المستشفى الجهوي الجديد المتعطل استغلاله رغم استكمال أشغاله منذ ما يزيد عن السنتين هنا في هذه المدرسة حيث كانت تدرس مريم قبل أن يلتقط جسمها الغض أحد أشرس الأوبئة
هنا كانت القطرة التي أفاضت كأس المشاغل العالقة لمنطقة بير علي بن خليفة من الماء إلى المرفق الصحي مرورا عبر المستشفى الجديد المتعطل. الوضع الصحي بالنسبة لبير علي راهو كارثي، راهو مرد أن المنطقة تفتقر إلى أبسط الوسائل والتجهيزات والمعدات تنقصها الموارد البشرية. نفس الشيء سبيطار من 2011 تقريبا، مش معقول أن مستشفى جهوي يبنى 6 سنين. بالنسبة للمعهد اللي نخدم فيه ابن أبي الضياف، المشكلة الوحيدة عندنا 3 أيام حبسين الخدمة، التلامذة كانوا يباتوا ما عادش خليناهم يباتوا على خاطر وصل المرض للليسية للمعهد، والناس غادي الصحة قالوا ما ثماش المرض هذا يوصل للتلامذة غادي كايب حكم الماء ما ثماش مقصوص في الليسية هذا جاي في صعدة شوي ما يطلعلوش الماء، معناها يلزم وصلنا أن التلميذ باش يغسل يديه قبل الفطور ما يلقاش باش يغسل يديه، دونك لقينا الحل باش نحمو وليداتنا أن نسكر الكوجينة متاع الليسي. وبلغ الاحتقان ذروته هذا الصباح، ضرب عام بالمؤسسات التربوية والصحية ومسيرة توقفت عند المستشفى الجديد وتوقف لحركة المرور على الطريق الرابطة بين صفاقس وقفصة لأجل رسالة مضمونة الوصول لوزير التربية ووزيرة الصحة. النقص الوحيد في يعني الأهم في بير علي بن خليفة هو المستشفى اللي عنده أكثر من سنتين حاضر المستشفى، وقاعدين وزارة الصحة يمطلوا فينا العام الجاي يتحل، العام الجديد يتحل، العام الجديد يتحل. لو أنه كان سبيطار هذا عدة حالات متعداش للدياليز الفخص، عدة ناس مريضة بالكسير، عمليات كلى، عمليات جراحية. مطلبنا الأساسي هو فتح المستشفى الجهوي بكامل اختصاصاته المعطل منذ 7 سنوات، هذا مطلب أساسي، وتحسين الخدمات الصحية والتربوية في المنطقة، هذا مزوز مطالب لا مجال للتراجع عليه. يا سيد نجي جلول، لقد صدعت رؤوسنا بالحديث عن طابلات لكل تلميذ. يا سيدي نحن لا نتمنى أن الطابلات لكل تلميذ، نحن نتمنى أن نحب نعيش ونحب نحب تلامذة وقت اللي تجي، نحب الأم وقت اللي تبعث أم ولدها وإلا بنتها باش يقرأ يروح لها في صحة جيدة. وبوجود أكثر من 30 حالة مؤكدة مصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي، يرفع الغطاء على وضع تنموي بيئي صحي قد تعجز الصورة الجهوية لوحدها عن تحمل تبعاته. دخل طلبة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة في إضراب مفتوح مطالبين وزارة الإشراف بالنظر في الظروف التي يزاولون فيها الدراسة، ومحتجين على تأخر إنجاز مقر تتوفر به مقومات الدراسة النظرية والتطبيقية خاصة مع تأخر الانطلاق في الأشغال. تعطلت الدروس بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة، وخلت القاعات من الطلبة الذين دخلوا في إضراب مفتوح احتجاجا على تأخر إنجاز معهد يوفر الظروف المناسبة للدراسة والتدريس. نحن من 2006 قاعدين نسمعوا اللي نعرف فما ميزانية مرصودة لبناء المعهد، نحن نقروا في وضعية مزرية، الناس الكل من 2006 عنا ميزانية والمعهد ما فماش، ما عندناش صال معنا نترينو فيها، نحن الصالة ذي مكرية، كي نبدو فما كومبيتيسيون ولا فما حكاية يلزمنا نحن دروسنا تتعطل باش هما يعملوا كومبيتيسيون، نبقوا نحن نهار هكاك ونهاري ما نقروش. نقروا في المعهد لهنا بما يسمى تيوريك، نمشي المركب 7 نوفمبر في راس الكاف اللي هو بعيد حكاية 20 كيلومتر، نمشوا للمسبح البلدي اللي هو بعيد 10 كيلومتر، نحكوا نمشوا لهنا للاستاد الجمودي 3 كيلومتر. إنجاز المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة يواجه منذ إقراره تعطيلات متتالية استمرت لسنوات. التجهيزات الرياضية نستغلوا فيها بشكل عرضي، يعني ليس لنا أي سلطة عليها ومانيش احنا نحدد برامج استغلالها، احنا نتعاطى مع البلدية وفق برنامج نحدده في بداية السنة، وبموجب الاتفاقية هذه نستغلوا هذه التجهيزات فقط إلى حدود الساعة نصف النهار. رفع الملف للجنة العليا للصفقات والتي أقرت خلال اجتماعها نهار 6 جانفي للنظر في قانون المناظرة المعمارية للمرة الثانية. 10 سنوات مرت على إحداث المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة، سنوات ظل خلالها الطلبة والأساتذة يتطلعون لمؤسسة جامعية تحترم فيها مقومات تدريس في اختصاص يتلازم فيه التكوين النظري بالتطبيقي. إلى أرمادا الآن، وعلى أهمية الدور الذي تقدمه جمعية القاصرين عن الحركة العضوية، إلا أن عراقيل عديدة تحد من نشاطها وتؤثر بصفة سلبية ومباشرة على روادها، جمعية تستغيث لتحقق أهدافها وتواصل مهامها. في معتمدية أرمادا هذه حالة الجمعية المحلية للقاصرين عن الحركة العضوية بالمنطقة.
مصاعب جمة في مختلف المجالات، مقر ضيق غير لائق بحسب العاملين فيها. باسم الأسرة التربوية نحب نقول إن الفضائل كلها غير مؤهل. عندنا مجموعة صحية في حالة يرثى لها، صغار في حاجة للترفيه، في حاجة عندهم لا عندنا ألعاب، لا عندنا باش نوفر لهم نموذج تمويل مش موجود جملة. فضاء ضيق برشا والصغار يعني ثم شكون يحب يجي، لكن من حكم اللي ما عندهمش حاجة تشجعهم باش يجوا على خاطر الفضاء ضيق، السباس مهناش كيفاش تتاخذ حتى باش تحط الماتريال ولا حاجة، وزيد الماتريال كله أكثريته كما قلت معطل ضيق، من مش حتى نخدم أنشطة ترفيهية أنشطة نفسية حركية ما يساعدناش هذا باش نحقق نتائج أفضل مع الأطفال ذوي الإعاقة. كذلك فريق متعدد الاختصاص غير مكتمل، نخدم ما عندناش بسيكولوج، ما عندناش سوسيولوج، أورتوفونيست. صعوبات عديدة من سنة إلى أخرى تستمر بهذه الجمعية التي تؤثر الكثير من القاصرين عن الحركة العضوية بمعتمدية رمادة. كسلطة محلية خصصنا أرض للجمعية متاع المعاقين واعتماد قدره 200 ألف دينار فهمتني ولا لبناء هذه الجمعية، والحقيقة ما نحن لهين بهم. آخر 2017 يقع بناء الوحدة ذي وقرب مركز الإرسال على البعد فهمتني ولا، وقرب الوحدة متاع الشؤون الاجتماعية في رمادة. من يقصد هذه الجمعية من القاصرين عن الحركة العضوية بمعتمدية رمادة قليلة مقارنة بالأعداد المتواجدة في هذه المنطقة، أمر يجعل العناية بهؤلاء المعوقين أمرا مؤكدا في أقرب الأوقات. في إطار تنويع التظاهرات التنشيطية بالأوساط الطلابية، تم بعث المهرجان الجامعي للفنون والحرف بالمهدية في دورة أولى، والذي ينظمه المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية. حركات مرنة وبسيطة ترسم ملامح الوردة ولمسات أخيرة تضفي عليها الحياة، مشهد شدت إليه الأنظار هنا بفضاء كلية العلوم الاقتصادية والتصرف في إطار الدورة الأولى للمهرجان الجامعي للفنون والحرف بالمهدية. بديت بالبانتور سورتو سيبار، بديت بالبانتور البانتور الويل، نعمل دي تابلو كبار وكل شيء، ومن بعد خصصتها في لي سيبار خاطرها تلقى بيوع اكثر بطبيعه في المعارض وكل شيء، وهيك لقيتها لاقيه الاقبال وميم طون تجمع ما بين الخط العربي والرسم. هذايا على السفسير التونسي فهمت، تقولوا انا ميسوره لبستي مستوره، السفسير حرير تونس حر يلبسوا في كل بر، سورية بالأكمام وتماق في الأقدام والخامة على الوجه بتمام. الفكرة هذه انطلقت من إرادة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية أنه يقرب للطلبة ويمشي لهم للفضاءات متاحهم بالشراكة مع الجمعية الوطنية للحرفيين الشبان بالمنسير. الحق لقينا تجاوب من المؤسسات الجامعية والمؤسسات الخدمات الجامعية لديوان الوسط. أشكال مختلفة وفنون أخرى تجلت في صور شتى للتراث التقليدي، تفاعل معها الطلبة كل على طريقته. عجبتني باش حبيت نزين على ذوقي فهمت. رهبنا معناها ما كناش موجودة في الكلية قبل، واكتشفنا معناها برشا حاجات فيها حاجة تقليدية. كنت تظاهر به وانتج طلبة به يسر وعجبنا الناس كل أو تعويد الطالب أثناء الدراسة وأثناء الإقامة متاعه في الإقامة متاعه أنه يتعود بالفنون والحرف والمهن باش إن شاء الله كيتخرج يلقى روحه في إطار أنه يلقى روحه واندمج في الحياة الاقتصادية والمهنية. تظاهرة تنشيطية أولى من نوعها وورشات حية ستتخذ من كل المؤسسات الجامعية بالمهدية فضاء لمختلف فقراتها من باب تعميم الفائدة على جميع الطلبة وتقريبهم من فرص المبادرة وبعث البشرية. دائما في مجال الفنون من خلال دخول العالم الخاص لفنانة شابة هي شيراز الأحياني الموهوبة في رسم الشخصيات الكرتونية، ابتكرت بعد سنوات من العمل شخصيات جديدة وتحلم بتأسيس ناد للأطفال لتعلمهم الرسم وتطور مهاراتهم. في عالم مختلف تماما حولت أنامل شيراز اللحياني بياض البياض إلى مشاهد لشخصيات مختلفة أغلبها ابتكرتها مخيلتها. هنا الفكرة الأولى مواجهة إلى الأطفال بأسلوب مختلف. بديت بكراسة محفوظات، ما نكذبش عليك المعلمين عجبتهم الفكرة،
أنا مثلا علاش ركزت على خاطر سنة أولى يجيوا من التحضيري، فهمتني؟ يحبوا الألوان، ما زالوا مخهم في اللعب، ما زال مخهم في الحاجة الحلوة والكل، فهمتني؟ ركزت أنا مثلا في المشهد، كي نرسم هكا المشهد معبر جدا، فهمتني؟ معناتها ديرك مش يشوفوا التصويرة فيها الألوان، فيها العصافير، فيها معناها تجلب يعني الصغار، يعني حتى كي يشوفوا المشهد تعاونا في الانتاج الكتابي والتواصل الشفوي. شيراز الأحياني تطور موهبتها في محيط ضيق لتحلم بتأسيس مشروع خاص موجه للأطفال، وهي التي تبحث عن طريقة أخرى لإسعادهم وتطوير مهاراتهم. أمنيتي الوحيدة نحب نعمل كلوب بور لي زانفون، بالحق هذه هي يعني أمنيتي توا، على خاطر نفكر ياسر أنا في الصغار، ونحب معناها حاجة باش يتعلموا فيها الديسان، واللي عنده موهبة يأطرها، واللي يعني نحب نوصل حاجة يعني، فهمتني؟ ثاني حاجة معها إذا الكل نحب نعمل بريكولاج، كل ما حاجة ما نستعملوهاش يعني باش نطيشوها يعني في الشارع ولا في الدار ولا ما نستعمل معناها نلغيوها، فهمتني؟ احنا نعملوها حاجة نحطوها ديكار في دارنا، في بيتنا، في برشا حوايج. شيراز الأحياني موهبة تولد لتشكل الاختلاف وتسعد الأطفال، وهي وجه آخر لمواهب شابة في مختلف الميادين تنتظر من يؤمن بها كي تنجح. وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد في نشرتنا من عناوين: العمل البلدي في انتظار ترسيخ منظومة تشريعية تخفف من العوائق اللوجستية وتطور آلياته الخدماتية. في بير علي بن خليفة وفاة طفلتي 12 ربيعا بمرض الالتهاب الكبدي يفتح مجددا ملف تدهور الوضع الصحي والبيئي بالجهة. ورسم الشخصيات الكرتونية موهبة تحاكي عالم الأطفال بتفاصيله، ومبدعوها يطمحون لمزيد إبرازها. وكالعادة يمكنكم متابعتنا على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا في tv.tn. نشكر حسن متابعتكم وفي أمان الله.